السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله قلت غادي نصيب واحد الدسير بالرز والشوكولاته، وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم، ونتمنى انه يعجبكم وتجربوه. بون هنايا عندي شويه ديال الرز اللي سلقت في شويه ديال الملحه في الماء وشويه الملحه وجوج معالق ديال السكر سنيده. عندي هنايا البودره ديال الكاكاو المر، عندي جوج ديال دانيت، وعندي السترو ديال الحليب. هنا في الطحانه ولا في ميكسر ولا في الهاشوار انا درت هذا الرز. غادي نزيد واحد القياس ديال الشوكولا بودر، صافي نزيد بحال هكا. هنايا زدت هذوك جوج حكاك ديال دانيت، غادي نزيد الحليب تقريبا غادي نديرو شي ربع يترو، وغادي نطحن هاد العناصر. الخليط من بعد ما طحن كيجي على هاد الشكل بحال هكا. دابا غادي نديرو في كيسان ديال التقديم. الدسر ديالي ها هو قديتو في الكويسات ديال هذا ديال التقديم. دابا غادي نديرهم في الثلاجه حتى يبردوا، وغادي نقدمهم ان شاء الله في الصحه الراحه. وكنقول لكم موعدنا كيتجدد ان شاء الله في وصفه جايه، فيديو جاي.